يوم تقلب وجوههم في النار والعياذ بالله، يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. الصلاة ليست مجرد عبادة أخي الحبيب، وليست فقط لتنجو من عذاب الله، الصلاة أصلا هي راحة نفسية، هي شفاء، هي قوة، هي سعادة وطمأنينة، هي نظام. 5 مرات كل يوم تتوضأ. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الأحبة، هناك حديث نبوي قرأته وأثر بي كثيرا، أحببت أن تعلم هذا الحديث أخي الحبيب، وتأخذ على الأقل احتياطاتك وتعلم هذه المعلومة، لأنه في ذلك اليوم لا ينفع الندم. النبي عليه الصلاة والسلام له حديث عظيم جدا عن عذاب أهل النار، نسأل الله أن يبعدنا عنها. وماذا تأكل النار من ابن آدم؟ النار تأكل كل شيء إلا مكان واحد، ما هو؟ استمع معي هذا الحديث، عسى أن يكون تحذير لي ولك لنكثر من هذا العمل الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، صلى الله عليه وسلم. والله هذا الحديث لا أدري لماذا هو مفرح حقيقة، لأن أسوأ شيء في عذاب النار هو عذاب الوجه، يوم تقلب وجوههم في النار والعياذ بالله، يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. في آية أخرى يقول: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. كالحون أذلاء، منهكون، متألمون، عابسون، كل يعني هذه الكلمة فيها كل أنواع الذل والإهانة والألم والأسى والعذاب والهوان موجودة في هذه الكلمة. تلفح وجوههم النار، تضربها هكذا. سبحان الله، نحن اليوم أخي الحبيب لا نتحمل لسعة نار بكأس شاي، كأس شاي ساخن لا تتحمل أن يلسع جلد وجهك، فكيف ستتحمل عذاب النار؟ لذلك أكثر من السجود، لا تتكاسل عن الصلاة. الصلاة ليست مجرد عبادة أخي الحبيب، وليست فقط لتنجو من عذاب الله، الصلاة أصلا هي راحة نفسية، هي شفاء، هي قوة، هي سعادة وطمأنينة، هي نظام. 5 مرات كل يوم تتوضأ وتتطهر وتتطيب وتصلي فتسجد وتتحرك، فهي رياضة وهي شفاء وهي متعة أيضا. اسأل أي شخص محافظ على الصلاة، لا يستطيع إلا أن يصلي، إذا فاته وقت يتعب كثيرا، يتألم نفسيا، أصبحت متعة وراحة. هذه ميزة في الصلاة يفقدها من ترك الصلاة أو من غفل أو تكاسل عن الصلاة. على الأقل إذا كنت لا تصلي، صلي ولو وقت واحد في اليوم، يعني لا تترك نفسك من دون صلاة. وتذكر هذا الحديث دائما، تذكر أن هناك عذاب الله بانتظارك، أن هناك نار جهنم، نار الله الموقدة، مؤصدة، مغلقة عليهم، ضيقة، تحطم أضلاع من يدخل فيها. لذلك سميت الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة
التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة مغلقة يعني في عمد ممددة، يعني الإنسان ينزل فيهوي 70 خريفا لا يصل إلى قعرها، وهو يتقلب ويهوي ليس له قرار، لا يموت فيها ولا يحيا. يعني للأسف نحن أغفلنا ونسينا عذاب الله، والنبي كان في كل لحظة يتذكر عذاب الله. لذلك عندما قال هذا الحديث، عندما حدث به أصحابه رحمة بهم، أراد أن يخبرهم بشيء مهم يوم القيامة، أنك أيها الإنسان على الأقل أكثر من السجود، فإذا ما قدر لك أن تكون من أصحاب النار أو أن تدخل النار، على الأقل تحمي وجهك من عذاب النار، لأن النار تأكل كل الإنسان إلا مكان السجود أو موضع السجود. فأكثر من السجود أخي الحبيب، السجود له فائدة عظيمة جدا أيضا نحن نغفل عنها. كلنا نصلي ونسجد ثم نذهب إلى أعمالنا ولا يحدث أي شيء. هل تعلم أبسط وأيسر طريقة تكون فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ عندما قال لذلك الصحابي: فأعني بنفسك على كثرة السجود. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه المعلومات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.